يا مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم كل متابعين الجداد اللي انضموا لقناتي جديد. قبل ما تشوفوا الفيديو اعملوا لي لايك، حطوا لي تعليق حلو لاعرف ان انتم تتفرجوا عليه. اليوم شو رح اعمل؟ بدي هلا انا الصبح على فكره الساعه 9 بدي اعمل كريسبي مثل ما قلت لكم امبارح، بس طلع امبارح ما عندي صدور دجاج، فجبت صدور دجاج وهلا رح بهرهم. وبدي اعمل كمان سلطة كول سلو كمان مثل اللي بناكل عند كنتاكي، كتير طيبة. فهلا رح اساويهم معكم لانه السلطة تبع كول سلو كل ما كانت هيك مجهزة ومبهرة من قبل بيوم كل ما طلعت اطيب ومثل تبع المطعم. بس بالليل امبارح ما قدرت اساوي للصراحة لانه كنت كتير تعبانة ونعسانة، وبتعرفوا صرتوا تعرفوا انه انا دائما المساء عندي يا هذا انه اقعد اتفرج على مسلسل تركي مع كاسة نسكافيه مع شيبس، هذا عندي يا مقدس، يعني ما بحسن لا أقوم ولا اشتغل ابدا. في عالم بعرفها انه بالعكس لا، بس ينيموا اولادهم ببلشوا يشتغلوا بالبيت وكذا وبينسوا حالهم، يعني لا بيقعدوا بيرفعوا عن حالهم ولا شيء. لا انا عندي يا هي الساعة بس يناموا الأولاد هي عندي إياها مقدسة، يعني ما بحسن من دون ما أعمل هيك. فرح ساوي هلا الأكلة معكم. رح أجيب هلا أول شي، استنوا لحتى أجيب الأغراض وأرجعكم. هلا عندي هذا راس اليخنة، وبدنا جزر كمان لسلطة كول سلو وبهارات وهيك. وهلا حبلش بالسلطة وبعدين بنعمل صدور الدجاج مع بعض. اول شيء رح اقطع هلا اليخنه وابرش جزر. هلا رح اعمل انا كميه صغيره مشان ما يزيد عندي، يعني كميه هيك على قدي او هذا. وانتم فيكم البهارات اللي انا هحطها فيكم ضعفوا الكميه اذا انتم يعني عددكم اكبر، يعني عرفتوا. الجزر جزراية واحدة مثل ما شفتوا قطعت، لازم يكون الملفوف اكتر من الجزر، تمام. وبصلة كمان قطعت بصلة، نسيت لكم بصلة صغيرة، لازم هي الاكلة يكون فيها بصل. وملفوف لازم يكونوا ناعمين مثل ما شايفين، فغسلتهم وهلا عم يصفوا. وهلا رح اعمل الصلصة يلي بدي احط فيها هدول المكونات. اول شي بدنا مايونيز، رح احط هيك شوية مايونيز هيك بكفي، شوف شلون هيك حطيت مايونيز، تمام. و احط 3 معالق سكر، اذا كميه اكبر بدها اكثر، عرفتوا. هي 3 معالق سكر. صبايا بتطلع نفس الطعمه، يعني انا وقت بروح عند كنتاكي باكل هيك علبه هالقد حقها 8 ليرات ونص، فكتير طيبه وعن جد ساويتها بالبيت عن جد رائعه. انا مره شفتها على اليوتيوب بحطوا لها خل وليمون، جربتها بالخل والليمون مو نفس الطعمه اللي انا باكلها عند كنتاكي. عند كنتاكي ما فيها طعمه حموضه وهيك لسعه الخل وكذا، لا ما كان فيها طعمه حموضه. فتاني مره جربت من دون خل وليمون مثل ما هلا انا حاساوي لكم، طلعت طعمتها اطيب مثل ما شايفين. مايونيز و3 معالق سكر، رشه فلفل شوي هيك، رشه فلفل صغيره، تمام، رشة ملح، رشة ملح، هذا شو اسمه بودرة البصل، هيك كمان رشة صغيرة، اوكي، هلا بخلطهم مع بعضهم. انا اللي شفتهم بيعملوها بحطوا لها ليمون بقوم بدوب السكر معه، تمام، وخل كمان. بس مثل ما عم اقول لكم لسعه الخل والحموضه ما شفتها بي، يعني ما دقتها بي عند كنتاكي، يعني ما فيها هي الطعمه. فهيك هي الطريقه اصلا. هلا انتم وقت بتحطوا هي اليخنه فيها مي، يعني هلا بتنزل مي هون وقت بتخلطون مع بعض، والجزر كمان والبصل فيها هيك مي، فهلا بدوب كله بدوب
المي اللي بقلب هاد لون الجزر هالقصص عرفتوا؟ هلا بتخلطهم هيك، بعدين بحطوا منهم اليخنه الجزر والقصص. هيك صبايا بعد ما خلطتهم هيك صاروا بهذا الشكل. هلا بخلطيهم وبس يصير وقت الغداء. هلا انا الساعة 9 يعني الصبح، فمن الساعة 9 لوقت الغداء للساعة 4 كتير بيزبطوا. هلا هنن كمان بيرخوا مي عرفتوا، فبس تجوا تاكلون كمان خلطوهم بيطلعوا كتير طيبين وكتير مثل تبع كنتاكي صبايا، مثل تبع كنتاكي. هلا بحطهم بالبراد، بدي ساوي صدورة الدجاج كمان بهرهم قبل ما نفطر. انا هلا ما فطرت بس قلت هيك لحتى ساوي له، لانه كل ما بهرتي الدجاج بكير كل ما طلع اطيب عرفتوا. فهلا بس شو رح اعمل، بدي ارجيكم المنظر هون. استني شايفين، رح اجلي هدلون وبعدين بجيب صدورة الدجاج وبساويهم معكم. خلصت هدول الغراض كلياتهم، بدي احطهم للصلصه هي تبع الكريسبي. اول شيء رح اعمل الصوص تبع الكريسبي وبعدين اقطع الدجاج وبحط الدجاج فوق. هلا شو اول شيء بدنا نحط؟ اول شيء بدنا نحط طحين. استنى شوي، 4 معالق طحين. تمام، هي وحده تنتين ثلاثه اربعه. هلا هي خلصنا الطحين، حشيلوه. هلا بدنا نحط 2 معلقة نشا. ما بعرف اذا انتم بتحبوا هيك لون، انا عم بطبخ احكي معكم، اكتبوا لي تحت بالتعليق اذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات. هي 2 معلقة نشا اوكي، وبعدين حشيل النشا. هلا بعدها نحط رشه شو اسمها هي بصل. هلا اذا معكم بصل مو ضروري تحطيه يعني، بس انا لانه عندي لحظة بس يعني هي مالها يعني، هي اختياري. اذا عندك حطي بودرة الثوم كمان، اذا ما عندك لا تحطي. تمام، رشي بودرة الكاري كمان اذا ما عندك، بلون 3 اذا ما عندك مو مشكلة. المهمين المهمين هنا الطحين ونشا. هلا شو كمان؟ مربى بندورة، دبس البندورة يعني هيك شايفين، معلقة صغيرة. استنوا شوي كتير دبس الفليفلة كمان هيك اوكي. انا بحب وقت اشتغل شيل كل يلي انا هلا عم حطه عشان ما يصير هيك عجقة. شو كمان؟ هلا تحطي شوية حليب كمان، شوية حليب مثلا 2 معلقة 3 اوكي. حط كمان شوي. هلا الخل
بتعرفوا الخل بيخلي ريحة الزنخة تروح، وكمان بيخلي الدجاج من جوا يستوي. مع الادخل كبيرة رح شيل هدلهم. ملح حسب الرغبة، دائما انا ما بعرف، بخاف ملح الصراحة. حطيت معلقة صغيرة. اوكي، هلا فلفل اسود رشة كمان على حسب الرغبة. اوكي، اوريجانو. اوريجانو هذيك المرة قريتكم اياه من وين، صورت لكم من وين، من بيم يعني. شو اسمه؟ هيك حاط رشة صغيرة. اخر شيء الهيل. الهيل صبايا كثير انا بحب احط هيل للجاج، بخلي ريحة الزنخ ما يصفى ريحة زنخ ابدا ابدا ابدا. شايفين انا بفتحها وبفضي يلي بقلبها، شايفين كيف؟ هلا الصراحة انا وقت عم جيب بودرة من عند المحلات ما عم احس هي الطعمة القوية للهيل، كأنه عم يخلطوها مع شيء، عرفتوا؟ مع فلفل او شيء، ما بعرف، ما حسيت هيك هالريحة القوية. فوقت هيك عم حط عن جد غير شكل، يعني وقت هيك عم حط هيك حب بقلبه، بقلب الجار، بتلاقي ما بيخلي ريحة زنخ ابدا. شايفين هيك حطيت يعني شيء 3 حبات 4 حبات على حسب الرغبة، عرفتوا؟ هلا شوفوا اذا انتم عندكم هي شو بيقولوا لها، هي الخلاط الصغير اللي بيخلط الهيل وهالقصص، كتير ظريفة كمان. تفتحي الهيل وتخلطيهم بتعرفي انه ما مخشوش. حطيت 4. هلا بعد ما خلصنا من البهارات وهالقصص بخلطهم. هلا كأن بدهم شوية حليب مشان يصيروا، لازم يصيروا مرق هيك مرق. انتوا على حسب، انا ما بعير، انتوا على حسب تشوفوا. هلا شوفوا ما عم ينخلطوا معي، بضيف لهم شوية حليب منشان شو؟ مشان يصيروا خليط هيك لا جامد جامد ولا مريء، لازم يكون هيك شوي متجانس يعني. شايفين لسه بدهم حليب، اضيف لهم. الصراحة أنا ما ولا مرة عملتها، بس حكيت مع ماما وقالت لي هي الخطوات، قالت لي لازم يكون الصوص، شايفين هي الخليط لازم يكون لا مري ولا جمي، فلا ممكن حتى يوصلوا لهي النتيجة. صبايا هيك لازم يكون قوامه للصوص، شايفين هيك بهذا الشكل. بتضلي بتضيفي لهم حليب ليصيروا هيك، ما لازم يكونوا لا مرق ولا جماد كتير بهالطريقة. حتى هلا تحطي زدورة الدجاج تعمل مثل طبقة، عرفتوا؟ تمسك يعني. فهلا راح اقطع زدورة الدجاج، هذول يمكن 4 يمكن كتار اني ساويهم كلهم، يمكن شيل 2 وقطع 2. هلا بشوف يعني، شيل 2 حطهم بكيس نايلون بالثلاجة. فهلا ببين معي بالتقطيع والتحريك، عرفتوا؟ هلا رح اقطعهم هيك اصابع وحطهم هون. صار جاهز عنا الكريسبي، شايفين شلون هيك شكله؟ هيك لازم يكون شكله. هلا بس لحتى نقليهم بدنا نلكهم بطحين يمكن، وبدي احكي مع ماما يعني الا شو بدنا نلكهم، عرفتوا؟ لانه نسياني. فهلا بس لحتى يصير وقت الغداء بارجيكم. لح شو اعمل؟ رح سكر وحطهم بالبراد. هدون حطيت صدرين دجاج، هدون صدرين دجاج شايفين هدون الملاقط صبايا كتير زراف. البيم عيعمل عليهم عرض هلا، رح جيب كيسين تانيات كتير زراف ما بستغني عنهم ابدا. دول حطهم بالثلاجة ودول حطهم بالبرا. وهلا شو بدي اعمل؟ رح افطر اول شي، رح اجلي هدلوني اللي طلعوا من شو اسمها هي الاكلة تبع الكريسبي، ورح افطر لانه الساعة لسه هلا 10 ببلشوا الاولاد يجوعوا. هلا هدول بدي ارجيكم صبايا، كثير منكم عم يسالني عن البرنامج اللي
كثير منكم عم يسألني على البرنامج اللي عم منتج فيه الفيديوهات تبعاتي، انه شو هو هذا؟ هو صبايا بريمر، هذا هو ادوبي بريمر، بريمير، ادوبي بريمير هيك اسمه. بس صراحة هو شوي معقد، بس يعني انا كثير بفتح على اليوتيوب، و اي شيء بدي اعرفه بفتح وبتعلم، عرفتو، من دروس وهيك. فهو في كتير شغلات، يعني قصص، ويعني في شغلات معقدة، بس ما في شيء صعب. بس رح ارجيكم الواجهة تبعه يعني، ولازم الكمبيوتر يكون تبعك كتير سريع لحتى يفتح هيك برنامج، لانه انا كتير عانيت معه اول ما جبت كمبيوتر جديد، بس شوي بطيء يعني، مو هيك سرعته قوية، فكتير عانيت معه. ف يعني بده شغل. انا شو بعمل؟ استنوا لارجيكم بس لحط القاعدة. انا شو بعمل؟ عندي هذا الدفتر، شايفين هذا الدفتر، اي معلومة اي شغلة بهذا البرنامج، اي قائمة اي كذا، انه القص، التوسيع، الصوت، الكذا، هون بكتبه. اي معلومة فورا بكتبها هون، برجع لهذا الدفتر، شايفين هذا هو الدفتر تبع برنامج المونتاج. في برنامج تاني قلتولي عليه، انه شو بتعملي صور، الصور تبع اليوتيوب، الشخص، الصورة المصغرة يعني تبع الفيديو تبع اليوتيوب، من هذا البرنامج. هذا برنامج الفوتوشوب، هذا الاخر يعني، هذا 2020 يعني جديد، اجدد واحد، كمان ظريف. ف كمان عندي هذا الدفتر، شوفوا هذا الدفتر كلياته كاتبه فيه الفوتوشوب. استنوا شوي، هيك شايفين، يعني بتعلم وبكتب اي معلومه هون بكتبه، برجع لهذا الدفتر. فكمان يعني هو كمان شوي صعب، بس يعني مع الممارسة، وانه بتفتحي على اليوتيوب في كتير دروس بيعطون، في عالم يعني بيعطوا دروس عن الفوتوشوب وعن المونتاج، يعني ما في شي صعب، كله سهل. مثلا خليني احط هاي الصورة، هيك بتطلع هاي الواجهة تبعه، شايفين هاي الواجهة تبعه، ما في شي صعب، كله يعني بنتعلم، ما في حدا بهيك بيطلع من بطن امه بتعلم، كله شوي شوي بتتعلم وكله سهل. هلا شو رح ارجيكم كمان، وهون مثل ما شايفين لساتهم الكراتين مثل ما هن، في جواتهم شغلات يعني ما بحسن استغني عنه. فشو بدي اعمل حتى اشوفه هني فوق ال فوق هونيك، هون فوق كمان في غراض مثل سماعات وهيك، كمان ما بحسن استغني عنه. فشو رح اعمل هلا، وما عندي مكان احط هدول الغراض، شو رح اعمل؟ رح اجيب سلات، حروح عند شو اسمه هذا تشامبيون، رح اجيب سلات قش يكون هيك مقاسه وسط، لحط سله هون وسله هون، لحط فيهم الغراض يلي شايفينهم هون فوق، لحط هدول الغراض يلي هون، وقيم هدول الكراتين. ان شاء الله شوي شوي بيزبط بيزبط يعني. هرجيكم الجو برا كيف مغيمة، الدنيا مغيمة وفي هوا بارد، بس يعني مو هالبرد القاتولي. هلا صبايا بعد ما خلصت فطور شو رح اعمل؟ عندي المكنسة كتير بتسألوني عنها، انه شو ماركتها؟ للصراحة ما بعرف هي ماركتها، يعني مو معروفة، شايفين فيلكس مدري شو، المهم ما كتير معروفة. بس انا شلون جبتها؟ يعني وقتها كان قلت لكم كان معي 100 ليرة، نزلت على السوق بدي اشتري مكنسة تبع الشحن اللي هيك تكنس هيك، لانه كتير مهم انه وقت يكون عندك اولاد كتير يعني شغلة هيك كتير بتريحك يعني. ف دورت في ماركت فيليبس كان حقها 300 و400، ماركت فقير 200، يعني في ماركات كتير زراف ومبينة يعني مسكتها، وهذا غير هي. اي بس ما عم قلكم كان معي 100 ليرة، فاضطريت جيب هي ب 100 ليرة فقط يعني. ومع شوفوا هلا هي مع هي للمي، للصراحة انا ولا مرة شفطت فيها مي، بس هلا ما بعرف، هلا رح اشفط جنبكم مي رح اشوف اذا يا بتنتزع يا لا. وهي كمان هي معاه هي انه للزوايا وهيك قصص، عرفتوا هيك. فهلا رح هي
في بقلب منها فلتر بدي قيمة ونظفها كلها، بدي نظفها من جوا ومن برا وهيك، لأنه لي زمان ما غسلتها. فانتظروني. أجرب معكم، حط مي هون واشفطه رح شوف اذا بيسحب المي ولا لا، ولا هيك لا تعلق. الصراحة انا ولا مرة يعني انه كبيت مي، يعني انه خطر ببالي اني اجيبها، لانه دائما هاي الممسحة تبع البخاخ مثل ما قلت لكم بجيبها وبمسح. بس هلا رح اجرب جنبكم وشوف يا بتندزع مثل ما قلت لكم يا لا. رح احط شوية مي، شوفوا هاي مي، اوكي واضح معكم؟ يعني شوي رح اشفط هلا. حسيتها ظريفة أبدا للمي، شايفين؟ هنا كاتبين كانوا عليها للمي وهي خاصة جلدة للمي، بس أبدا ما حسيتها ظريفة. ليكو راح المي لهنيك وما سحبت. ف بس هذا للهراهير الشغلات البسيطة، حتى كمان يعني ما بتضل هيك فترة طويلة مشحونة. يعني أنا أول ما جبتها كنت حطها بهديكة تبع الشحن، كنت حطها بالشحن خاف تنتزع البطارية تبعها، شفتوا البطارية تبع الموبايل إذا خليتيه محطوط بالشحن شلون بتخرب، واللابتوب نفس الشيء. فقلت إنه ما رح أحطها بالشحن كتير، إنه إنه ساعتين ثلاثة وبعدين أفصل الفيش من هذا من الكهرباء. بعدين هذا اجي بدي كنس ما تشتغل، وكتير نايصة تشتغل هيك ثانية ونايصة بالمرة، يعني صوتها ابدا مو قوي وما شفتها ابدا مو قوي. بعدين قلت لحتى هي خلاص رح خليها بالشحن طول اليوم، يعني ما ابدا ما بشيل الفيش من الكهرباء. لا بس فرقت معي وقت صرت ما اشيل الفيش من الكهرباء ابدا ابدا ابدا، يعني طول الليل هيك بالشحن. وقت اجي مثلا بدي كنس الاولاد هيك مهرهرين على الارض شيبس او شي شغله، بيجي بقيم فيها يعني بشفط فيها ما احلاها بتشفط، بس يعني تقريبا بتضل 10 دقائق. مشان هيك عم قلكم هي ماركتها ما كتير انه معروفة، مثلا بس ماركت فيليبس ممكن تضل شي 60 دقيقة او ساعة او هيك. يعني في منهم انتي وانتو بتشوفوا شو اللي هي يعني شو ميزاتهم، بس هي هيك على حسب سعرها هيك. اي فلانه كتير سألتوني عنها وظريفة وما ظريفة وشو ماركتها، هي هي حبيت احكي لكم عنها. هلا شو رح اعمل؟ رح شيل هاي بما انه المي طلع اعلاك، يعني شفت المي رح شيلها احطها على الشوفاج مشان تنشف هاي، وهي وهي كمان رح احطها نشفها بالمحرمة هاي امسحها وبرجع لكم. وهلا صبايا شو بدي اعمل؟ رح اساوي هاي السجادة من هون، شايفين هون هون محل ما عم حط ايدي هون في بقع هذيك برا، اخذنا هاي السجادة على المغسل ايه وضلوا البقع مثل ما هني. هي نطفت بس في بقع هيك بقع كم بقع ما راحت. فشو رح اعمل؟ امبارح كمان شو صار؟ وقعت المعلقه هونيك في لون اصفر، ما مبين معكم على الكاميرا بس انا مبينه معي في لون اصفر، كنت عامله عم حرك الكاري قام وقعت المعلقه، بتعرفوا لون الكاري شلون بيصبغ هيك. فشو رح اعمل؟ رح ساوي نظف هي السجاده بهذا المنظف اللي جابت لي الصبيه من متابعيني اللي قلت لكم عليها. ف ان شاء الله يكون ظريف. هلا الحط قالت لي انه لازم احط مي سخنه وحط غطا او غطيين على حسب، فانا الحط غطا لانه الكم يعني المساحه قليله، فالحط غطا فيه منه يعني.
فطرة أحلاها شايفين، يعني ظريف بس إني فركت منيح، يعني مو إنه والله إنه حاطه هيك أفرك كيف من كان وإنه راحت البقعة، لا فركت بس راحت. هلا هو هنن هدول رايحين على المغسل، هلا هنن بالمغاسل شفتوا في آلة واحدة بفوتوا كل السجادات مع بعض وبيطلعوا نفس التنظيف، مو هيك ايد واحد عم ينظف هيك يفرغ، لا كلياتهم بفوتوهم بآلة، فكل الغرف نظفوا الا تبع المطبخ. نحن من زمان وقت كنا بسوريا شفتوا كان دائما تبع المطبخ كان فيه دعك، يعني دائما تبع المطبخ وقت كنا ننظفها نفركها اكثر من باقي السجادات. فهي ما نطفانه معون، بس هلا ما احلاها شايفين، نطفت ما احلاها بهذا المنظف، وهي بقيت الكاري هون كمان راحت، بس فركت يعني فركت منيح. واخر شيء جبت هذا البشكير، اذا عندكم هيك بشاكير خشنه يعني تكون ناشفه هيك بتفركي هيك عشان تنشف، لانه هلا ما بدي اوقف اطبخ مشان ما اوقف هون ويكون مبلول بصير برد بيسود وهيك عرفتوا، فلازم نشفه منيح، فنشفت على الاخر ما احلاها. شوفوا صبايا هلا رح اعمل طاوله الاولاد، ما شاء الله يعني ما شاء الله حولهم، شوفوا الخريطة اللي عاملينها بالقلم الرصاص، مع انه بيكون ورقة جنبهم بس بيحبوا هيك يعني يكتبوا على هاي الطاولة، فهي الطاولة خشنة كتير صعب مسحها، يعني بمسحها ما بتروح، لو بجيب مثلا هي صابون السائل تبع الجل بفركها بالليفة ما بيروحوا هدول شايفينهم. فهلا رح اعمل بهذا المنظف اللي جابت لي اياه هي الصبية، رح شوف اذا بيروحوا ولا لا. احلاها رجعت كله نظيف، كل الشخبره وهي نطفت. فهذا المنظف ظريف، هو منظف عام للكنبايات ولكل شيء، يعني حتى الحيطان قالت انه ممكن تحطيهم ببخخ وتحطي عليهم مي وتخضي وترشي الحيط اذا في شيء وسخ او شيء بتمسحي، فانه ممتاز. وهلا صبايا صار وقت الغداء، بعد ما نعقتهم هدول من الصبح من الساعة 9 هلا صارت الساعة 4، هلا شو بدنا نعمل؟ بدي احط الخليط اللي بدي اشيل منه الهدلون الجاج لهذا الخليط، هلا رح اقول لكم كيف. هلا شو بدنا نعمل؟ اول شغلة بدي احط حليب، استنوا شوي، حليب يعني حليب منيح تمام هيك، وبعدين رح احط معلقة نشا، معلقة طحين، ومعلقة نشا هون، اوكي، وبمعلقة الشاي هي شايفينها هي اللي محرك فيها الشاي، براس المعلقة من هذا الأوريغانو، إذا ما في ما في بشكله، وكمان شوي فلفل، فلفل أسود يعني كمان هي المعلقة، يعني رشة، وكمان رشة ملح. وهلا الشغلة الأساسية هي اللي بتخلي قرمش هي الكريسبي وخليه يعطيه هي النفشة، هي البكن بودر اللي بنحطها للجاتو، هذا الظرف. فلحط بهي المعلقه تبع الشاي اللي نحرك فيها السكر، لحط هيك معلقه صغيره هي تبع اللي بنحرك فيها السكر بس، مو الظرف كله بس هيك، ولحبكم. وهي بعد ما خلطتهم صبايا هيك صار شكله شايفين هيك. هلا هي اول خليط، ثاني خليط هو الطحين عادي، يعني حلو لكم طحين عادي، نحط بهذا الصحن هيك بس طحين، نحط الطحين على جنب لانه ممكن بدي كمان رح شيل كل هدول الاغراض هلا ضبضبهم يعني بعدين ارجع. هلا شوفوا صبايا انا حطيت الصينيه، هي صينيه الفرن حطيت فيها ورق زبده منشان وقت شيل كل الدجاج
بهدول المكونات حطهم بهي الصينية، مشان وقت بدي اشيلهم واقليهم ما يلزقوا. احيانا بجيب صحن بقوم بلزق الطحين وكل هالشغلات بتلزق بالصحن، هلا هيك ما بتلزق، عرفتوا بهذا ورق الزبدة، عرفتوا؟ لا بصفهم كلياتهم وبس اقلي دغري، بشيل وبقلي، هيك اسهل يعني. هلا بنشوفهم كيف صاروا هدول، ريحتهم بتشهي. هلا اللي حاعمله، هجيب كفوف بالاول، انا كتير بستهلك كفوف لانه ما بحسن اشتغل بلا كفوف، مع قلت لكم ايدي كان اكزيما وتعودت. هلا رح اجيب مثل ما انتم شايفين، هي رح اقرب الكاميرا هيك لحتى تشوفوا. هلا اللي حاعمله صبايا، رح اشيل هي الجاج رح شيلها. اول شي رح احطها بالطحين، هيك كلكها بالطحين، بعدين وبحطها هون، نزلها هيك وبطالع. بعدين شو بعمل؟ برد بلكها بالطحين يعني مشان تصير طبقتين، هيك بصير مقرمشة من جوا مثل تبع الكنتاكي، عرفتوا؟ انا والله وقت دقتها عن ماما يوميتها باسطنبول يعني كتير، مع انه انا ضد القلي لانه هي بتاخذ معي وقت زيادة، انا بحب تبع الفرن، بس يعني اكلة لانه طيبة بتستاهل هالشغل. وصراحة هي ما لها شغلة كتير يعني متعب، يعني انا بنقي الاوقات وقت بدي اشتغل، بنقي الاوقات اللي انا مثلا اليوم ما عندي شغل، يعني بيتي نظيف، ما عندي شي ساوي، يعني ما في شي، مثل ما شفتوا الصبح هيك ساويتهم يعني، اما والله عم ساوي البيت وبدي هذا امسح وكنس وساوي هاي الاكلة، انا هون بجن للصراحة ما بساويها. فانتوا نقوا الوقت المناسب، ظريفة كتير هاي الاكلة، مثلا يوم زوجك يكون معطل، يوم احد وسبت شفتوا هلا حظر سبت واحد وما عاد فيها المطاعم مثل قبل، نقعد نروح مشاوير وناكل برا، اي ساويها، زوجك بيساعدك كمان، هو بيلك مثل ما لك شايفة هلا، هو هيك بيساوي وانتي بتقلي، اكلة كتير طيبة. يلا رح ساويهم كلهم وبرجع لكم. طبعاً هدول هن طلعوا، فما زاد هون حط كريسبي حطيت بهداك الصحن، هدول الجليات اللي طلعوا لحا اجلي وبعدين بلش اقلي. صبايا هون هلا حطيت الزيت، حطيت زيت اسمه نباتي، فهلا بس لحتى يحمى الزيت لحا سقط الكريسبي، رح سقط هلا اربع قطع كمان رح كتر لانه المقلاية عندي صغيرة عشان ما يلزقوا بعض. هلا بنوطي تحتها منشان يستوي بقلبها وما تحترق من برا، عرفتوا؟ يعني ما توطوا تحتها مثل كأنكم عم تطبخوا الرز، لا وسط، لا عالي عالي ولا واطي واطي. صبايا هاي الكول سلو يلي سويناها الصبح انا وياكم، بجيكم منظرة، شايفين شلون بتنزل مي؟ فانتو حركوهم هيك واسكبوهم، طعمتها كتير طيبة صبايا، مثل يلي بناكلها عند كنتاكي. اصلا عند كنتاكي صبايا هن ببيتوها يومين وثلاثة عشان هيك تطلع بهي الطيابة، فانتي اذا بدك حابة نفس الطعمة قبل بيوم ساوية كتير بتطلع طيبة. رح اسكبها هون لأن الولاد ما عاد فيهم بدهم ياكلوا، ولسه بقيان صبايا بقيان هدلون لسه ما قليتهم عم بقليهم، بس الولاد جاوا ما عاد فيهم يعني. بس رح ارجيكم الكريسبي من جوا اذا مستوية او لا، استني شوي قليت بس هدلون شايفين عم بقلي الباقي، بس رح ارجيكم افتح وحدة جنبكم وارجيكم شكلها من جوا. شوفوا الطبقة تبع طبقة الكريسبي قديش يعني سميكة وبتجنن بتشهي مثل تبع الكنتاكي اللي بناكلها، عن جد يعني أكلة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها.
خاصة يوم أحد وسبت يعني بالحظر جربوها هيك مع وقت يكونوا معطلين رجالكم. بس بدي أنصحكم نصيحة مشان ما تعصبوا، لأنه هي الأكلة شوي صعبة. هلأكوا الأكلة كتير سهلة، بس شو صعوبتها وقت بدك تعدي تلكيها؟ وقت تلكيها هون الصعوبة. هي مو صعبة كمان، بس أنت إذا كنتي مثلا والله الأولاد جوعانين وأنت جوعانة وقايمة بدك تساوي الأكل وتعدي تلكي رح تعصبي. فقومي قبل بساعة قبل ما تساوي هالأكلة، قبل ما الأولاد يجوع قبل ما أنت تجوعي، قومي قبل بوقت ولكيهم. متى ما حطيتي هيك لكيتيهم بالطحين والحليب، ما في أسهل من هيك. حتى القلي كتير سهل، شايفين منظرة بشهي عن يعني جد. جربوها، واللي بيجربها يبعث لي الصور على الفيسبوك على الماسنجر. إذا حبيتوا الفيديو حطولي لايك وحطولي تعليق حلو. بحبكم كتير. سلام.